السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معكم أخيكم إنجينير محمد البوني صالح المعروف باكو بإنجينير ماس مباشرة من كانو. واليوم جينا لسلطنة أمنا وأبونا وجدنا سلطان جيني عبد الله موسى، وإن شاء الله تسمو راية عند مثلا قصة خاصة ورسالة خاصة عشان بودوها لنا أنينا العرب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني الحاضرين، أسعد الله مساءكم بالخير. أنا اسمي جمع عبد الله موسى، سلطان للعرب في ولاية كانو. إخواني العرب هم جعلوني لهم سلطان، ولكن أنا جعل نفسي، أنا سميت نفسي أنا خادم الأمة العربية. أنا ماني سلطان، أنا خادم الأمة العربية. وأرجو من إخواني العرب المعاي في كانو كلنا مجتمعين في المكتب في الإدارة السلطنة العرب، فأرجو منهم كلهم من دمج نبقوا كرجل واحد ونقوم في قضايانا العربية. أمنا العربية في نيجيريا مشتتة، فأرجو مننا علينا العرب الساكنين في كانو والساكنين في أبوجا والساكنين في ليغوس في أي ولاية من ولايات نيجيريا، فكلنا نندمج نبقى رجل واحد، لأن إذا كان ما توحدنا ما نقدر ندير شيء، أما إذا كان توحدنا لابد نقدر ندير شيء. اليد الواحدة ما تصفق العرب، فاستفى صلاة المقول اليد الواحدة ما تصفق، أما إذا كان أصبح اليدين بصفقة. فعلينا العرب الساكنين هنا في كانو كلنا إخوان، كلنا رجل واحد، سواء كبرنا او صغيرنا، اخوان التجار والمام تجار، كلنا كاننا اخوان في الله. الهو الاخ ما بيلقى في السوق، الصاحب والصديق تلقى في السوق، لكن الاخ في السوق ما بيلقى ما تلقى. فارجو من اخوان العرب نوحد كلمنا ونندمج نمشي سويا. هذا هو بلدي، انا من اخوان العرب الانين في نيجيريا كافه، ما علينا العرب الساكنين في كانو. اي عربي من سكان نيجيريا لابد من يفكر في منشا اخوك كان جارك، سواء المدن هسه المدن الكبار دي، يعني كل رجل تلقى داي في حي، وما دام الدهود في حي وانت في حي، اذا كان ما علينا ما شدينا هلنا وما تعارفنا ايالنا ما بتعارفوا ايالنا بروحوا. فعشان ده بس انا نقول نوحي كلمنا ونندمج ان شاء الله. كان شفنا اخوك، شو اخوك عربي ده كان في اي مكان، قلنا سلم عليا وقول لي انا اخوك عربي اسمي كذا وساكن في المكان كذا، اذا جاءك اي شيء تعال كلمني، سواء خير ولا شر تعال كلمني. هذا هو طلبنا، اننا عايزين اننا العرب الساكنين في نيجيريا سكان نيجيريا، فنندمج ونمشي سويا. ما نعزل نفسنا من الناس، نيجيريا فيها قبائل كثيرة، فعنينا كلنا جزء من قبائل نيجيريا. شان ده عايزين من شأن اننا العرب بس نندمج، نعرف في ما بعضنا، نتعارف في ما بعضنا، نسانا ورجالنا اولادنا. المدن اصبحت كبيرة وفي لقات كثيرة، الحوسة، الفلان، اليربا، الايبو، البندل، فاذا عنينا ما فكرنا ممكن قبيلنا هنا العرب دي ممكن تروح مننا ذات عقل. هذا هو طلب الخاص الاول. مشاهدينا الكرام، يتنسوا معكم برنامجكم هنا لسنا عمي، ودائكم من قناعكم بالشعارة 24 مباشرة من كانو، من سلطنة سلطان جمع عبد الله موسى، وبيوصينا في كيف تقدم العرب وكيف نلوم راسنا وكيف مثلا كلمنا تلقواري. وإن شاء الله البرامج تشاهدون على طول على الإنترنت في اليوتيوب وفي الفيسبوك والتيك توك، وسلطان بيستمر إن شاء الله. تفضل سيد. وفي تيب ثانية لإخواني الساكنين، سواء المعي هنا في كانو أو خارج كانو، نعلم أولادنا التعليم
ثم التعليم سواء الإنجليزي أو العربي أو الفرنساوي. فالثلاث لقات هذه أصبحت ضرورة. ومن ثلاث لقات اللقة الأولى هذه لقلنا عنين العرب. فلقلنا أن العرب لا تجحدوها. يعني لقة عالمية. ولقة ربي أنزل بها القرآن. والإسلام ذات كل باللقة العربية. ولماذا علينا نخلي لقنا العربية أو نجري في نجري مع اللقات الثانية؟ انتبهوا علينا أخواني العرب إلى لقنا العربية، لأن هي اللقة الأساس. كل رجل بدور بيض أبوه، كل ولد كان الأولاد لما في التيلة وشتلة كل ولد كله بيجي لبيت أنا أبوه. فعلينا كل ده بس بيت أنا أبونا وده لسان أنا أبونا، ما ننسى اللسان أنا أبونا وما ننسى بيت أنا أبونا. ثم التعليم، التعليم ده شيء ضروري. لا تخلوا أولادنا عنينا أسن برينا ده عشان ما قرينا البوكو. إذا كان قرينا البوكو ما ضرينا ما جئنا ورا الناس. عنينا الجهل بس خلانا جعلنا ورا الناس. أما لو الكثر عنينا كثيرين. ونقول الحاجة المادية المال كله الحمد لله رب العالمين عندنا. لكن في السنين القبل لا عنينا ما تعلمنا الإنجليزي. انضرينا. لو كان يوم نيجيريا حكومها يعني ماشي بالعربي يعني نلقى ممكن دكاترة من العرب. ولكن الدولة أصبحت دولة إنجليزية لابد من قراءة الإنجليزي. فلازم من نعلم أولادنا سواء الذكور والنساء يتعلموا اللغة الإنجليزية ثم اللغة العربية والفرنسوية. الثلاث لقات مهمات، ركزوا فيه زين وبالعين. لا تخلوا أولادنا الجهل يودرهم. الوقت ده إذا الإنسان ما قاري حتى ممكن أساس يعني بكر باللغة العربية أساس ممكن ما يشيلوك. يعني هارس ميقادي حسا حاليا لو كان في ليبوز ولا في بيني ولا إذا ما متألم ممكن ما يشيلوك حتى ميقادي ما يشيلوك. عشان ده إخواني حذاري ثم حذاري. الله يرضى عليكم. علموا لنا أولادنا اللغة الإنجليزية ثم لقنا العربية دي كان يعني دي ما هينا، لكن لابد من نقرأ القرآن ثم الإنجليزي والفرنساوي. لأن ما ننسى ديننا مهما الزمن قرانا علينا ما ننسى ديننا، علينا عرب ومسلمين. وما دامت علينا عرب ومسلمين ما ننقرأ العلم العربي ذا هسا الدول العربية دي كلها تخدم بعلم العربي ده بس، بالحرف العربي ده بس. أما علينا دولنا الإفريقية دي الأغلبية بالإنجليزي والفرنساوي. فلازم من نتعلم ما دام أننا عايشين معهم لابد من نتعلم اللغة اللي هم بيستعملوا لأننا نتعلمها ونستمر نمشي معهم. ربي يجازيكم خير. هذه وصيتي الثانية في التعليم. مشاهدينا الكرام، يتنسوا برنامجكم جايكم من شعارة 24 على طول. وفي برنامجنا هنا لسن أمي جايكم من قناعة شعارة 24 على طول. وضيفنا الكبير اليوم أبونا وجدنا وإمنا ومربينا وسعدنا السلطان جيمي عبد الله موسى مباشرة من كانو. تفضل يا شيخ. وصيتي الثالثة لإخواني الشباب، أولاد من الشباب. أنينا ما شباب، أنينا أصلانا، أنينا للشيابة. الشباب شباب من العرب، خلوا منكم الروح الكبيرة. أتعلموا التجارة ثم الصناعة ثم الصناعة الصغيرة الهرفة. يعني شوشانة تخدم منور تخدم ليبرا لبراي مع البنايين البيوت. المهم تبي لك درابة، تبي لك بصل، تبي لك شتة. المهم التجارة. أصبحت فجر صليت من الصباح فتي لك أمل أمش تجيب فيها أو تخدم فيها. أما تقعد في البيت إلا شان أنا عربي اللي نظيفة تقعد في البيت ما تنام بيعنديك. تمر الدبل الرجال عيب، تمشي تسرق عيب. شان ده الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. فتشوا لنا العمل، اي عمل لا تحقره ان شاء الله. امس اجيب في المخطة دول خيانه غرام ممكن دول جايين من ميدوكري، دول جايين من ليغوز، دول جايين من ابوجا. لما بلقوك انت عربي في المخطة ده ممكن يقول انت داخل، ممكن يركبك تركب في السياره او كان جا ماشي ممكن كان عنده ممكن هنا عليك عنده 200 نيرة ولا 400 نيرة. الواحد لا يوجد ساكت. المغرب الساكت ده
مثلا بخلينا نقعد ورا الناس وبخلينا نمشي نسير قدم من ما كويس. فالانسان لما رجل يكون عمره 30 سنه ولا 25 سنه وما عنده عمل ده بيسوي شنو؟ اخر اللي بيمشي بيروح في الطريق الما كويس. ومعنى عايزين اولادنا يمشوا في الطريق الما كويس، عايزين اولادنا يخدموا خدمه نظيفه، يجيبوا لنا لقمه شريفه، نربوا اولادنا ثم نربوا اولادنا ونعلمهم لغتنا العربيه. فكروا اخواننا العربيات وامهاتنا العربيات في البيوت، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، لا تنقرن باللقطه هي الحوسه دي. علموا لنا اولادنا لغتهم العربيه، لان لغتنا العربيه دي ما هينه. يوم القيامه كل الناس بيقوموا كل ربي بيجعلهم بيتكلموا باللغه العربيه. وما دامت انت امك عربيه وابوك عربي وانت ما تعرف العرب ده، الكلام ده عار، كلام ده عيب. شان ده انت امهاتنا ونسواننا واخواننا، الله يرضى عليك. حتى لو كان ربي كتب لك زوجك تزوجت لك هوساي او من اي قبيله، اولادك علموهم لغتك الاساسي. ما دام انت امهم عربيه، علم اولادك اللغه العربيه. اللغه العربيه هو الناس الحوسه بتعلمهم فيها بمالهم. فكل مدارس الشباب بتعلم اللغه العربيه، وانت مدرسه كيف انت بدل مدرسه تخلي ولدك يبقى جاهل ما يتعلم اللغه العربيه؟ بالكلام ده ايه؟ امهاتنا العربيات اللي زوجت لك، اللي زوجت لك عربي، ولا زوجت لك يرباوي، ولا زوجت لك حوساوي، ولا فلاتي، الله يرضى عليك يا اختي، علمي اولادك اللغه العربيه. مشاهدينا الكرام، جينا لاخر نهايه البرنامج. انا نسال امي جايكم مباشره من شعرة 24 على طول من سلطنه سلطان جني عبد الله موسى. اللهم صل على شكر لك كثير الشكر. بارك الله في ولدي الله. وانت كل ربي انجني يا ربي يبارك فيك اللهم، وربي يحفظك وربي يكثر امثالك اللهم. ونتمنى في امنا من شبابنا العرب نلقى 10 رجل ولا 15 رجل ولا 30 ان شاء الله يشاركوا معك ان شاء الله. ونتمنى إن شاء الله. من اولادنا العرب سواء البنات او الذكور ولا النساء يدخلوا معاك يشاركوا لنا في العمل ده، لان هذا عمل شريف ان شاء الله. لان انت الواحد بدون جيتنا وقعد معنا وتتكلم معنا باللغه العربيه. اما دبل بالحوسه اللي بيجونا يعني بيتكلموا معنا باللغه بالحوسه. اما بيقولوا تلقينا اخونا عربي ده وبيتكلم معنا باللغه العربيه الدارجيه المكسره دي كلها، يعني بيشوفوها يعني نعمدوها نشوفوها بس افضل لنا لغه ان شاء الله. فارجو من الله ان يحفظك اللهم وان يسترك وان يفتح لك ابواب الخير وان شاء الله تكون مقبول اخوانا سواء عرب من اي قبيله. وكبر بالك ان شاء الله، كن صبور لان اي عمل انسان بدا فيها اذا كان ما صبر لا ينتصر. فلا بد انا بوصيك بالصبر ان شاء الله. رب العزه سبحانه وتعالى وصانا بالصبر ان شاء الله. فاذا اي عمل انساني اي ينجى فيها لا بد من يصبر فيها وداوم عليه ان شاء الله. اذا صبر وداوم فيها لا بد من ربي بيعمل النصر ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.